الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ومشاهدي قناة الأهلي في مصر والوطن العربي الكبير، وفقرة حوارية أخيرة من برنامج الأهلي الليلة، وتحديدا في ختام هذا الأسبوع حلقة الخميس من برنامج الأهلي الليلة. حلقة مهمة جدا وفقرة مهمة جدا، وجاية في توقيت غاية في الأهمية. خلال الحلقة وخلال هذه الفقرة بالتأكيد هنقول أهمية هذا الكلام، والنهارده هنناقش ايه في هذه الفقره. لكن بشكل عام في البدايه برحب طبعا بضيفي الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الاستاذ جمال الزهيري. استاذ جمال اهلا بيك، منور الدنيا. اهلا بيك. اهلا استاذ محمد، ازيك؟ طبعا فرصه عظيمه بنلتقي مع حضرتك في انا عارف كمان انت سعيد ليه يعني. سعيد عشان الخبر اللي قريناه مع بعض. اكيد هنتناوله ونناقشه. بالظبط كده، لان خبر مهم جدا بس هنناقشه وهنتكلم فيه في سياق الحديث. لكن في البدايه مهم جدا، واحنا بنتكلم النهارده في حلقه يوم الخميس، نعتبر او نقدر نقول حصاد الاسبوع، يعني بعد نهايه الاسبوع او في نهايه الاسبوع بالتاكيد في احداث كانت كثيره جدا يا استاذ جمال. قبل ما ادخل في التفاصيل وقبل ما ادخل في الخبر اللي موجود معانا المهم اللي صدر النهارده او صدر منذ قليل، تعليق بشكل عام الاحداث اللي صدرت خلال هذا الاسبوع في الساحه الرياضيه، وكيف ناقش الاعلام الرياضي والصحافه الرياضيه هذه الموضوعات خلال الفتره الاخيره؟ طبعا يمكن اهم حاجه او يعني ابرز الاخبار او اللي هو ما كان يتعلق بقرار الخاص بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والموقف اللي اتخذه مجلس إدارة النادي الأهلي والبيان اللي طلعه اعتراضا على هذا التأجيل، لأن الأمور هو الأهلي لم يعترض على الدواعي الأمنية. خلينا نبقى صراحة وبنتكلم بجد، الدواعي الأمنية الأهلي بيحترمها قبل أي نادي آخر. يعني النادي الأهلي بدوره الوطني يعلم جيدا، لو قالوا أن الدوري كله هيتلغي الأهلي هيوافق، ما عندوش مشكلة طالما الأمور تتعلق باستقرار البلد والمصلحة العامة. لكن هو المشكلة أنه الأهلي اعترض على هذا التأجيل لعدم وجود شيء رسمي تم تقديمه للنادي الاهلي انه في دواعي امنيه او طلب من الجهات الامنيه او المناقشه مع الاهلي في امكانيه تاجيل موعد المباراه لميعاد اخر مثلا. بالظبط. رغم محاولات النادي الاهلي ان هو يصل الى الحقيقه، الا انه اتحاد الكره لم يقدم ما يفيد هذا الامر، بل وطلع يمكن تصريحات كده مجهله انه اذا كان الاهلي عاوز المباراه تتلعب يتفضل هو يروح يجيب الموافقة الأمنية. طبعا ده مش منطقي، لأنه الأهلي مش هو اللي بينظم البطولة. يعني اللي بينظم البطولة هو اتحاد الكورة أو اللجنة الخماسية، وبالتالي مش دور النادي الأهلي ولا دور أي نادي إنه هو اللي يتصدى لموضوع الموافقة الأمنية. يمكن اللي أثار اللغط بقى وخلى الأهلي ياخد هذا الموقف وقعتين. الأولى أن نادي الزمالك طلب أو أشاع أنه سيطلب تأجيل القمة، صح؟ ده اللي حصل، ده كانت في البداية. في البداية ثم أعلن نادي الزمالك فيما بعد لا، أنه هو كان بيعمل كده لإثبات موقف، وهو أنه مفيش أندية تطلب بعد كده أي تأجيلات. يعني هو عشان ياخد رفض، فبالتالي بعد كده لو الأهلي مثلا طلب تأجيل أي مباراة فيترفض طلبه. الواقعة التانية اللي كانت مهمة اللي هي ما جاء على لسان كابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية، لما قال إن هو مش لاقي حكام على مستوى الصف الأول لمباراة القمة. لمباراة القمة. ومن هنا ده إدى الانطباع إنه في نية مسبقة أو مبيتة إن المباراة تؤجل لغرض في نفس يعقوب، لم يعلن، وبالتالي هو ده اللي عمل القلق في هذا الأمر. إنما في النهاية الأهلي استجاب لزيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للكابتن محمود الخطيب في منزله، وحضر جزء يمكن من جلسة مجلس الإدارة في منزل الكابتن الخطيب، والنادي الاهلي ابدى مرونه كامله، يعني ما شفناش اي تشدد ولا شيء حتى اصدر القرار في اليوم التالي.
بتأجيل المباريات وتحديد موعد مباراة القمة في الوقت المناسب للجهات الأمنية. طيب الموقف أو القرار اللي اتخذ بتأجيل المباريات لبعد كأس الأمم الإفريقية لكن تحت 23 سنة يمكن وكأن الأيام بتعيد نفسها من جديد. نفس الموقف ونفس الحدث كان موجود من حوالي كم شهر، من حوالي 3-4 شهور عن كاس قبل كاس الامم الافريقيه، كانت كاس الامم الافريقيه برضه بس كانت بالنسبه للمنتخبات او الفرق الكبيره او الدرجه الاولى. المره دي الموقف مشابه. النادي الاهلي وقتها كان خد قرار وكان ليه رؤيه وكانت الرؤيه للمصلحه العامه وكان فيه هجوم عنيف جدا وقتها على النادي الاهلي في هذا الموضوع، وكل قال لك اصل النادي الاهلي عشان خرج من افريقيا فعايز يخلص الدوري، والقصه ما كانتش كده، القصه كانت متعلقه بان في مسابقات لازم تبدا في توقيت مبكر، لازم نحضر، وفي استراتيجيه للمرحله الجايه، في مواعيد قيد افريقي وبطولات افريقيه، فكانت الهدف للمصلحه العامه. بس وقتها الكل ما نظرش لنفس الرؤيه بتاعت النادي الاهلي، ورؤيه الاهلي كانت رؤيه اوسع. وتكرر نفس الموضوع المره دي والنادي الاهلي على حق. بس لما بيجي لك بقى قرار تاريخي ينصف النادي الاهلي في موقفه، واحنا قلنا الكلام ده استاذ جمال قبل كده كذا مره، قلنا الناس مش هتحس ومش هتشعر بقيمه قرارات النادي الاهلي الا لما التاريخ هينصفها مع الوقت ومع الزمن. صح. منذ قليل النهارده مركز التسويه والتحكيم اصدر حكم تاريخي. ايوه هو حكم تاريخي. مركز التسويه والتحكيم انصف النادي الاهلي في قراراته عندما رفض تاجيل الدوري لما بعد الكاس الامم الافريقيه. وقرر مركز التسويه والتحكيم تغريم اتحاد كره القدم مبلغ 150 الف جنيه لصالح النادي الاهلي في القضيه التي رفضها النادي بسبب امتناع اتحاد الكره عن تحديد مواعيد للمباريات المتبقيه من الدوري المصري لكره القدم الموسم الماضي 2018-2019 قبل 30/6/2019 وعدم انهاء المسابقه في ذلك التوقيت. انا الفكره بالنسبه لي يا استاذ جمال وانا بقول الخبر مش في القيمه الماليه او في التعويض، لا الفكره في منطوق الحكم. نقول للمشاهدين منطوق الحكم ان الخبر لسه خبر طازه، هو زي ما انت قلت هو حكم تاريخي او مبدا قانوني، مبدا يؤخذ عليه او يقاس عليه مواقف حاليه ومستقبليه. بالظبط. خلاص بقى انت عندك مبدا اللجنه المركز التسويه والتحكيم الرياضي ما اعتقدش ان هو هيجامل الاهلي، ده ناس قضاه ويعني مختصين في هذا المجال، وبالتالي هم بيبحثوا في الاوراق اللي قدامهم واتخذوا القرار او الحكم بناء على الاوراق اللي موجوده. تمام. طيب منطوق الحكم بيقول ايه؟ مهم بقى، ودايما وانتم بتقروا اي قضايا او اي قرارات تحكيميه مهم جدا مش عنوان القرار، المنطوق نفسه، لان المنطوق هنا بيقول الاسباب اللي دعت لاتخاذ هذا القرار. النادي الاهلي فوجئ بعد ارسال جدول المسابقه المشار اليها المتضمن مواعيد 16 اسبوع من المسابقه بسيل من المكاتبات من الاتحاد المصري لكره القدم متضمنه تاجيلات لعدد كبير من المباريات، وكان ركزوا في المعاني، وكأن مواعيد البطولة العربية والإفريقية وارتباطات المنتخب قد هبطت فجأة على الاتحاد ودون سبب واضح لتلك التأجيلات، مما أضر النادي الأهلي ضررا بالغا، حيث اضطر إلى لعب بعض مباريات بفاصل 72 ساعة بين كل مباراة وأخرى، وهو ما أدى إلى إصابة عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي الذين هم نواة المنتخب الوطني والمنتخبات الوطنية بشكل عام نتيجة توالي المباريات، وهذه الإصابات حرمت النادي والمنتخب من مجهوداتهم فضلا عن تكبد النادي مصاريف علاج وتأهيل وسفر وخلافه. كما جاء في الحكم لم ينتهج الاتحاد في سبيل معالجته لتلك الأوضاع ذات النهج بين أندية المسابقة، حيث إنه في حين كان يلعب النادي مباراة كل 72 ساعة وكان المنافسون يلعبون مبارياتهم كل 96 ساعة وفي أحيان أخرى كل أسبوع وعشر أيام، وهو ما أخلى بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين أندية المسابقة. كلام مهم جدا يا جماعة، والتاريخ النهاردة التاريخ بيأكد على معاني وحاجات ثوابت النادي الأهلي قالها قبل كده. كما أدان الحكم اتحاد الكرة في الآتي: لما كان الثابت أن اتحاد الكرة قد حدد تاريخ انتهاء المسابقة بتاريخ 30/6 وأنه كان على علم مسبق وقبل تحديد هذا التاريخ بمواعيد البطولة العربية والإفريقية والأجندة الدولية للمنتخب الأولمبي والأول، وهو ما ينفي حالة الظرف الطارئ أو الاستثنائي عن الظروف التي دعت الاتحاد المصري لكرة القدم لتأجيل بعض المباريات ومد أجل انتهاء مسابقة الدوري العام الممتاز لكرة القدم.
إلى ما بعد الميعاد المحدد له سلفا، والذي أخطر الاتحاد الأندية المشاركة في تلك المسابقة قبل بدئها. ومن ثم كان يتعين على اتحاد كرة القدم مراعاة ما تقدم عند وضعه لجدول المسابقة، بما يتيح للأندية وضع برامجها التدريبية الملائمة، ويجعل من المنافسة بين الأندية تحكمها قواعد الشفافية والنزاهة. كما جاء ضمن أسباب قبول دعوى الأهلي أن الإعلان متأخرا عن إلغاء بطولة مواليد 97 حالة دون تحقيق الاستفادة الفنية منهم، سواء بتصعيد لاعبيه للفريق الأول أو بتسويقهم محليا أو خارجيا، وده بالتأكيد أثر وجاء بخسائر مالية على النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة. وكذلك توقف مسابقة الدوري لما يقرب من 40 يوم في الفترة من 3/6/2019 حتى 23/7/2019، مما اضطر معه النادي لوضع برنامج تأهيلي للاعبيه، ونظر لانتهاء معظم فرق الدوري من لعب مبارياتها بمسابقة الدوري، مما حال بين النادي الأهلي وتنظيم مباريات ودية قوية، مما اضطر النادي لتنظيم معسكر خارجي للفريق كلف خزينة النادي الكثير من المصروفات. حكم تاريخي في منطوقه، الحكم بيأكد على كل كلمة وكل معنى ذكره النادي الأهلي في هذه الفترة وفي هذه الحقبة الزمنية، وقلنا وقتها التاريخ هينصف النادي الأهلي. ومن حسن الحظ، أو بمعنى أدق، لأن النادي الأهلي يراعي جيدا المصلحة العامة، يأتي هذا الحكم في هذا التوقيت، ما أشبه الليلة بالبارحة أستاذ جمال. صح كل اللي انت قلته. طبعا ده أولا هو مش وجهة نظر، كلام ده منطوق الحكم اللي أصدره مركز التسوية والتحكيم. أول حكم يصدر مركز التسوية بخصوص هذه الموضوع. وأنا ما أعتقدش أن مركز التسوية والتحكيم هيجامل الأهلي في شيء. لو شايف النادي الأهلي مبالغ في طلباته 100% كان ما كانش هيتخذ هذا الحكم أو يصدر هذا الحكم. أنا بعتبره حكم تاريخي. طبعا، ما أنا عشان كده بقولك ده يعتبر لما تيجي تقارنه بما يحدث هذه الأيام، لا ده يتطبق نفس الحكم ده. لو الأهلي طلب أي تعويضات هياخدها حقيقي. صح حقيقي. ومع ذلك، ما هو ده بقى المهم، ومع ذلك فالنادي الأهلي يقدر الظروف المحيطة. يعني هو النادي الأهلي مش هيفرق معاه يعني هياخد 150,000 جنيه هيعمل بيهم ايه؟ مفيش، يعني مش مبلغ اللي هو هتقول هيعوض النادي الأهلي عن حاجة. هو أهم حاجة هنا هو صدور هذا الحكم الذي يثبت صحة موقف النادي الأهلي السابق اللي هو في الفترة السابقة في الموقف اللي هو موضوع الحكم يعني. وأيضا يعني نقدر نعتبره رد على ما يحدث هذه الأيام. يعني الناس كتير حاولت تصور أن النادي الأهلي مخطئ وبيتجاوز وبيطلب حاجه مش من حقه وبيبحث لمصلحته الشخصيه وبيبحث فقط لمصلحته الشخصيه مع الفرق كلها. لا، هذا الكلام ممكن اي نادي اخر يتعرض لنفس الازمه يتخذ من هذا الحكم ده مرجعيه. ايوه، المحامي النهارده بتاع اي نادي لو هو عاوز يعترض على شيء هياخد الحكم ده ويقدمه ضمن الاوراق بتاعته في قضيته. فبالتالي لا يمكن مركز التسويه والتحكيم هيصدر حكم مناقض لهذا الحكم. استحال. وبالتالي هو ده يعني زي ما يعني انا شفت انت قد ايه سعيد فعلا محمد سعيد. والله يعني بمجرد ان احنا عرفنا الخبر قبل ما ندخل الهوا، لانه بالفعل هو مبدا قانوني. استاذ جمال، انت عارف السعاده جايه منين؟ فكره اللي انت مش بتقعد تدافع عن قرار او موقف لمجرد الدفاع، وانت مش بتدافع بوجهه نظر شخصيه مثلا. لا، ده اصل انت لما تيجي بنختلف في اي حاجه، يا بتشوف حكم قانوني يا بتشوف سند تعتمد عليه او نص قانوني لا اجتهاد فيه. بالظبط، فده نص قانوني لا اجتهاد فيه، الا اذا حد بقى اتحاد الكره حب يعترض او يطعن هو حر. لكن صدور الحكم بهذا الشكل زي ما حضرتك قلت هو تأكيد على أن النادي الأهلي يعمل في إطار قانوني وفي إطار الدفاع عن حقوقه، ولا يطالب بأن هو يحصل على حقوق الآخرين. بالعكس، هو ما اتكلمش هنا عن أي أندية، هو هنا اتكلم عن حقه هو كنادي
ان هو ما يلعبش كل 48 كل 72 ساعه، الفرقه الثانيه تلعب كل اسبوع، والفرقه الثانيه تلعب كل اسبوع وكل 10 ايام. حتى هو ده كان منطق غريب يعني، وما كانش عاجب الناس وقتها. ايوه، ما هو ما هو كل يوميها يعني انا فاكر وقتها الحاج، لا انت قلت تعليق برضو كويس رغم كل قبل الحلقه، قلت لي وده حصل في الموسم اللي خد فيه الاهلي الدوري. يعني هذا يعني رغم لا يعني كل هذه المعاناه اللي هو الاهلي تحفظ عليها وتقدم بمذكره قانونيه لمركز التسويه والتحكيم، وانت بطل الدوري وهو واخد الدوري. يعني هي الفكره هنا ده اقوى. عارف لو الاهلي مش واخد الدوري ممكن البعض يقول لك ما هو عشان خسر البطوله فبيبحث عن اسباب او شماعات يعلق عليها فشلوا في تحقيق البطوله. لا، ده نادي حصل على البطوله رغم كل هذه الظروف، ومع ذلك لن يسلم الامر، لن يسلم الاهلي برضو من انه بعض الناس توجه الانتقادات. بس هو ده يعني خلينا برضو واقعيين، هو ده قدر الفريق البطل، طبيعي هيتهاجم ماشي، لكن الحكم في حد ذاته زي ما بيقولوا الحكم عنوان الحقيقة. راح بقى يتكلم جامد في القانون. بس هو فعلا الحكم عنوان الحقيقة، لان انت هنا مش بتقول وجهة نظر شخصية. يعني انا ممكن انا وانت من اسبوع او 10 ايام او اسبوعين او 6 او 3 شهور نتكلم نفس المضمون ده، بس هتبقى وجهة نظري او وجهة نظرك. لا دلوقتي في حكم خلاص اصبح بس. دلوقتي مستند رسمي او نص بالزبط. قانوني بالنسبه لك تقدر تستند عليه في اي موقف بيحصل في مثل هذه الامور المشابهه. وعلى فكره مش الاهلي زي ما قلت لك، مش الاهلي فقط اللي هو اي نادي لما يحس ان عليه وقع ظلم او في حاجه معينه يقدر يستند الى هذا الحكم طبعا. مفيش كلام. كمان الميزه في طبعا يعني كل الاحترام للاحكام ومركز التسويه في هذا الحكم التاريخي، لكن الفكره في حد ذاتها لما بنتكلم على هذا الحكم، الفكره مش في قيمه ماليه زي ما استاذ جمال الزهيري قال، لا الفكره في حاجه تانية خالص. الفكره ان انت بترسخ معاني النادي الاهلي وقتها قالها والحكم وضحها في المنطوق بالزبط. ان الاجنده العربيه والافريقيه ما جاتش فجاه، كانت معروفه. التاجيل اللي ما بعد كاس الامم الافريقيه ضرر مادي وادبي كبير جدا على الانديه ومن ضمنها النادي الاهلي. كمان تطرق الحكم الغاء بطوله، الغاء مسابقه مواليد 97. يعني على فكره الحكم ده مش غريب، هو الحكم ده تاريخي بالنسبه لنا في مصر لان اول مره يصدر، لكن في اوروبا لما هناك الناس بتطبق الاحتراف الموضوع ده موجود. وعايز اكد لك استاذ جمال على جزئيه مهمه جدا. في التوقيت ده مباراه الريال وبرشلونه اتاجلت، وطلع قرار من رابطه لا ليجا او من لجنه المسابقات قصدي ان المباراه اتاجلت 18/12. رابطه لا ليجا رفضت الميعاد وهتتخذ اجراءات قانونيه بالظبط لرفض هذا الميعاد وتحديد موعد اخر. وهو الفيصل هو القانون، وعشان كده هم ده لجأوا للقانون يعني. وبيلجأوا كمان لايه؟ بيلجأوا لكده عشان في ضرر مادي هيحصل على الانديه كلها اللي مشاركه في الدوري، وفي مبدا عدم تكافؤ الفرص هيحصل على كل الانديه المشاركه في الدوري. فبالتالي هذه الاحكام او هذا القرار بيرسخ بقى مبدا قانوني مهم جدا في الفتره الجايه، احترام المسابقه، جدول المسابقه، الناس تلتزم بالمواعيد، كمان الامور الماليه مهمه جدا، انا بلعب عشان في الاخر استفيد، حقوق الرعايه تزيد، حقوق التجاريه تزيد. فالحكم طيب. شامل كل ده يا استاذ جمال، كل هذا الكلام اعتقد ان احنا قلناه وانت قلته وضيوفك قالوه كتير جدا. كلنا بنطالب دايما بايه؟ بالالتزام بانتظام المسابقه، لان هي دي النقطه اللي ممكن تساعد. يعني احنا ليه استبشرنا بوجود اللجنه الخماسيه؟ قلنا خلاص الاتحاد اللي مشي راح بقى وخد الشر معاه ايا كانوا، وعندنا لجنه جديده او عندنا اتحاد جديد هو اللي هيحط لنا دوري منتظم. ومع ذلك يعني انا بس عايز دي نقطه برضه لازم نؤكد عليها، انه الاهلي حتى لما هيبقى معاه الحكم ده هيبقى الاهلي اكثر الانديه حرصا طبعا على انه لو في اي دواعي تستدعي تاجيل مباراه الاهلي هيستجيب. ليه؟ لان هي كلها حاجات تخص البلد، تخص الوطن، وبالتالي الاهلي عمره ما يعترض. بس هو الاهلي اراد بهذا الحكم او بهذه القضيه ان هو يثبت انه على حق حقيقي صح. ويمكن احنا برضو اشرنا لده قبل كده،
الجديد بقى او الجميل انه احنا كنا بنقول ده فالناس بتاخدها وجهات نظر ويقول لك يا عم بيتكلموا بقى لمصلحه النادي الاهلي. لا، المره دي ده حكم قانوني، فالحكم القانوني زي ما قلنا محدش يقدر يناقشه. الحكم عنوان الحقيقه. محدش يقدر يناقشه. يعني خلاص، يعني احنا علقنا عليه مش ننتقده. لا لا، بنشرح للناس. احنا بس بنشرح للناس وبنؤكد ان النادي الاهلي لم يكن يسير في اتجاه خاطئ. لا، الاهلي كان يعلم جيدا هو بيتكلم في ايه. يعني الاهلي ما بيعملش كده عشان خايف يلعب، ما بيعملش كده عشان اللعيبه مجاهده فيقول لك فرصه نعمل ازمه. في اسباب موضوعيه اللي هي جت في منطوق الحكم. تمام. يعني معلش، لو هذا المنطوق الناس قريته اكثر من مره ما يتنشر، يعني هتلاقي يعني لو الاهلي هو اللي بيعمل المنطوق ده مش هيعمله كده، مش هيعمله بالقوه دي. فلما يعملوا مركز التسويه والتحكيم يؤكد، لان مركز التسويه والتحكيم اكيد بيبحث القضيه من جميع جوانبها، ليس فقط هو مش داخل عشان كان في اكتر من جلسه. وكان الاتحاد بالظبط كان لا، وقضاء ناس محترمين هم اللي بيناقشوا هذا الامر وليس لهم مصلحه. ده في احدى الجلسات من خلال متابعتي لهذا الملف، في احدى الجلسات النادي المنافس كان موجود مع اتحاد الكره في احدى الجلسات. عادي، ما اصل انت بتطرح قضيه عامه، طالما بتتكلم في قضيه عامه انت ما عندكش شيء تخاف منه. يعني انت مش مكسوف تتكلم ليه؟ انت بتناقش قضيه تهم الكره المصريه او اتحاد الكره بشكل عام وانديه مصر كلها. بس فاعتقد ان هو جه في توقيته، ما هو كان عنوانه ما اشبه الليله بالبارحه. لكن ورغم انتهاء الازمه على خير بالظبط الحمد لله، يعني انما هو بيؤكد مره اخرى على نفس المعاني بالظبط. واعتقد ده رساله مهمه جدا للي جاي يا استاذ جمال. ما هو المفروض انه دايما نحاول نستفيد من التجارب السابقه في تطوير ادائنا. تطوير ادائنا طبعا. هو انت النهارده خاصه ان المجموعه اللي موجوده، انا مش عايز اقول مجموعه محترفه عشان الناس ما تاخدش كلمه الاحتراف بالمعنى الشامل، لا، هي اقصد ان هي مجموعه غير متطوعه. اللجنه التي تدير اتحاد الكره في هذه الفتره هي لجنه غير متطوعه، بمعنى ان هي لجنه بتكليفات محدده. هذه التكليفات لاعداد لوائح، اعداد لوائح المسابقات، تسيير العمل في الاتحاد، اعداد مشروع لائحه النظام الاساسي للاتحاد. وهي مجموعه تعمل بدون تطوع، مجموعه تعمل، يعني انا اقول لك حاجه، انا لاهداف معينه في الفتره اللي جايه. انا كنت ضيف على الاستاذه منى عبد الكريم في النيل الرياضه، كابتن منى. كابتن منى عبد الكريم، فهي سالتني سؤال خاص بهذه الجزئيه، كلمه كثره استخدام عباره الدواعي الامنيه. قلت لها بمنتهى الصراحه وكنا متفقين في ده، ايه، على انه كان ممكن هذه القضيه الاخيره تناقش، يعني القرار اللي اتاخد، القرار اللي اتاخد كان ممكن قبل ما يتاخد يسبقه حوار بين اطراف الازمه. وده اللي كان بيدعو عليه الاهلي. ايوه، اللي هو النهارده اتحاد الكوره، ما هو ايا كان هو مين، مش بتكلم على اللجنه دي، بتكلم على العمل المؤسسي بشكل عام. انا بتكلم على العمل المؤسسي، ان اتحاد الكوره لا يستغني عن الاهلي وعن الزمالك وعن الانديه المصريه اللي هي مشتركه في مسابقته طبعا. وبالتالي لا يجب ان يكون هناك نوع من التعالي او الكبر في التعامل. يعني مش قرار يصدر قرار وعلى الجميع انهم ينفذوه سمعا وطاعه. ده كلام مش مظبوط او مبدا مش سليم. ولذلك يجب بقى انه يتم، ايه يا استاذ محمد، فيما هو قادر. احنا بنقول نتعلم عشان نستفيد من الدروس. بالظبط. لو في اي مره الامور تستدعي تاجيل او اتخاذ قرار بهذا الشكل، انا بفضل ان الحوارات اللي اثيرت في وسائل الاعلام بعد قرار تاجيل القمه تتم قبل التاجيل. مش عارف واصله ولا لا، تتم قبل اتخاذ القرار، قبل اتخاذ قرار التاجيل، تشوف يعني تدعو الاطراف للحوار يعني تحدد ميعاد او ويصبح توقيت قرار مناسب. ويصبح القرار ثم تؤجل. ويصبح بقى القرار هنا قرار اداري، ليس قرار ما نستهلكش. ما ده اللي بيحصل بره يا استاذ جمال. لا نستهلك كلمه الدواعي الامنيه، يعني لا، هي موجوده، هي موجوده، بس استخدامها يكون صح.
بمعنى بالزبط. ان الامن لما بيطلب تاجيل مباراه لدواعي امنيه وده بيحصل في الدوري الانجليزي مصلحه البلد بيحصل في الدوري الفرنسي وحصل اخيرا برشلونه وريال مدريد وحصل في برشلونه وريال مدريد بس يعني. لما حصل ده هنا الامن قام بدوره بعد ما الامن قام بدوره بقى الجهات المعنيه المنوطه باداره الكوره تقوم بدورها بقى بالزبط. تقوم بدورها ازاي ان هي تدعو الاطراف المعنيه للحوار لتحديد موعد لتاجيل المباراه في الفتره اللي جايه بالزبط. ده ما حصلش أيوة. وده اللي اتكلم النادي الاهلي عليه ولغه الحوار هي اللي تمت مؤخرا وهو ما ينفعش بالزبط. كمان انه يبقى ما عشان كده بقول لك ما ينفعش انا اروح خابط القرار وعلى المتضرر بقى ان هو يلجا لل ده حتى عكس اللائحه ده لا يعني انت المباراه لها طرفين الاهلي والزمالك صاحب الملعب الاهلي والزمالك فانت بتاخد استطلاع راي بينك وبينهم الاهلي والزمالك يا جماعه احنا هنعمل كذا للظروف كذا فلازم يبقى فيه رضا واقناع ما تبقاش المساله هنأجل وانت حر بقى يا استاذ جمال ده اللائحه نفسها للاتحاد وضعها او هي شروط المسابقه ما نصح لان اللائحه الجديده ما حدش شافها ومش عارف بناء اي لائحه لائحه الموسم الجديد وفي لائحتين ولا لائحه بالظبط في لائحتين الشروط المسابقه بحد ذاتها بتقول ان لو الامن اجل اي مباراه الاتحاد بيطلب من النادي صاحب الملعب يجد ملعب بديل ويحصل على الموافقه الامنيه ده ما حصلش اصلا لما جه فكره تاجيل المباراه تمام يعني حتى تطبيق اللائحه ما بيتمش حتى بنسبه 100% ما هو احنا بنقول بقى احنا هي لغه الحوار اللي بتتكلم عليها حضرتك هي لغه الحوار وبعدين احنا مستبشرين خيرا باللجنه الخماسيه قلنا ناس ما لهمش مصالح ومش هيلعبوها انتخابات وبالتالي يجب ان هم يبقوا تعاملهم مع الانديه هم ضيوف خلي بالك يعني المجموعه الخمسه دول هم ضيوف اعزاء على الكره المصريه بس عندهم تكليفات خطيره ومهمه اوكي ما هو اللي كمان مهم بقى وده من ضمن الحاجات المهمه في الاسبوع او في الاسابيع اللي فاتت انه اللجنه الخماسيه انا بلاحظ انها بتتعامل احيانا بطريقه فوقيه يعني ايه ان احنا لجنه الفيفا لا انت لجنه الفيفا في التعيين او في التكوين وبالتنسيق مع الحكومه المصريه اللي هي وزاره الشباب والرياضه وبالتالي بمجرد صدور قرار تكليف لك انت لازم تتعامل مع الواقع حتى لو هتعمل نظام جديد تطير بيه 20 30 40 50 نادي لابد ان تكون علاقتك علاقه طيبه بهؤلاء بمعنى ايه انه ما طلعش قرارات وانا حاسس ان انا فوق الناس دي هينفذوها غصب عنهم لا ده مش طبيعي لانه عمل في الفتره الاخيره نوع من الاستعداء لبعض الانديه في الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه في مشاكل تحت كبيره فعلا عشان كده انا بقول لحضرتك ايه اتحاد الكره يعني يجب ان يكون اكثر تواضعا هذه اللجنه يجب ان تكون اكثر تواضعا مع الانديه مع الجمعية العمومية وليس تساهلا في فرق يعني في تواضع في التعامل يعني انزل شوية من القمة اللي انت فيها الفيفاوية يعني وانزل مع الناس شوية ولا تتساهل انا ما بقولكش جامل ما بقولكش كن ضعيفا مع بس تعامل بشكل مؤسسي تعامل بشكل مؤسسي وشكل فيه كمان شرح وتفصيل وتفسير ما تبقاش العملية أنا معلش يعني بس مش عايز يمكن مش عايز أتعرض للنقطة دي بس أنا بشوف أحيانا بعض أو أحد أو كده أعضاء اللجنة يشعر بخيلاء وكبرياء جامدة جدا ما يعني اوعى تسألني مين ولا فين ولا الكلام لا خالص لا حاضر بس ما هم ما بحركش لا هم هم حاسين كله حاسس بنفسه لكن أنا بتكلم على الانطباع الانطباع انه احنا بقى احنا بتوع الفيفا لا ما انتش بتاع الفيفا انت اصلا 9 اشهر ولا 8 اشهر وهترجع تاني هتبقى مصراوي يعني مش فيفاوي فخليك حنين شويه على الناس يعني ما بقاش العمليه ان انت بتدير من علياء من علي يعني ما تبقاش انت فوق وبتتعامل مع الناس بقى على ان انت انا بتاع الفيفا فاللي هقوله هيتعمل هنهدد بالاستقاله لو اتكلمتوا معانا
هنمشي؟ لا، لان انتوا في النهايه هي مش لجنه جايه من المانيا، هي لجنه مصريه تدير شؤون الكره المصريه. يعني وصلت الرساله. وجهه نظرك وتحترم يا استاذ جمال. أكيد والله انا بقولها لمصلحه اللعبه. طبعا. اكيد يعني انا لا ليا مصلحه في اني هستفيد من ده ولا من ده. انا بقول كلمه لمصلحه العمليه التنظيميه لكره القدم المصريه. يبقى في نوع من الهدوء والاداره الهادئه الواعيه اللي بتشرح للناس. طيب هذا القرار اعتقد ممكن يكون رساله في القادم، ان هناك خلاص اصبحت هناك معايير وثوابت قانونيه. وتحت كلمه ثوابت قانونيه دي ممكن يعني نكتب نحط 100 خط. تمام. لان كمان في جزئيه مهمه جدا حتى في منطوق الحكم عايز ارجع لها تاني، حيث انه في حين كان يلعب النادي مباراه كل 72 ساعه كان المنافسون يلعبون مباراتهم كل 96 ساعه وفي بعض الاحيان اسبوع 10 ايام. ده ليه علاقه حتى باللي حصل في مباراه افريقيا لما النادي الاهلي لعب الزمالك ثم الاتحاد ثم مباراه سان داونز. تمام. النادي الاهلي تضرر. ايوه طبعا. في المسابقات الافريقيه بسبب هذا الضغط الغير مبرر. 100%. ما هو الجمله دي او الفقره دي هي بتلخص حالة اللخبطه العشوائيه اللي حصلت العشوائيه في الموسم الماضي. طبعا. واللي كان النادي الاهلي متخوف ان هي تتكرر تاني. هو اكبر حاجه في العشوائيه اللي حصلت الموسم اللي فات مش ان الدوري يقعد سنه كامله، سنه الا يوم سنه ميلاديه. خلي اليوم ده، ايوه، ما هي سنه ميلاديه يعني 364 يوم. ولو كانت سنه كبيسه كان هيبقوا ناقصين يومين. فانا عشان كده بقول انه احنا بنتكلم قبل ما الحكم ده يصدر وقبل ما الاهلي يشتكي ولا يعترض. الناس كلها كانت مجمعه ومتفقه على ان الدوري ده دوري غير طبيعي، حتى سموه الدوري الاستثنائي، واخد بالك؟ اللي هو الخوف ان الاستثناء ده كان يتكرر السنه دي تاني. ما هو كان، وعلى فكره لو اتدلعنا شويه ممكن يحصل الكوارث، خش بنفس المشكله ونفس يعني الازمه، اي ازمات بقى. ولذلك انا بقول انه اللجنه الخماسيه يجب ان تكون اقرب، يا اما تبقى هي اقرب للجمعيه العموميه، يا اما تعمل رابطه المحترفين وتشيل ايديها بقى. يا ريت. يعني لو ده هيعمل لهم وجع دماغ، ده اسهل للكل. طب ما هو ممكن جدا يطلع قرار بتشكيل الرابطه ويشيل ايده ويتفرغ للامور اللي هي مشروع اللائحه الاساسي للاتحاد والانتخابات القادمه. وشغل الممتاز بيه، ويا ريت يعني كفكره يفكروا فيها. ممكن وفرصه في ال 40 يوم ده حتى كمان تتعمل لوائح للموسم. لا ده كمان اللحظه دي يا استاذ جمال محدش عارف اللوائح. اللجنه الخماسيه عليها اعباء كتيره جدا، واخد بالك؟ مش بس تنظيم المسابقه اللي هي قصه اللوائح دي والجمعيه العموميه وتقليل العدد او الكلام ده كله، ده محتاج شغل كتير طبعا، وتعديل اللوائح نفسها ده كله عايز شغل. فاذا كان الحمل كبير بس هو خلي حد يساعد. ما هو ممكن يستعينوا بخبراء في هذا الموضوع. يعني هي اللجنه الخماسيه مش هتعمل اللوائح بنفسها. بالظبط. هي اللجنه الخماسيه بتضع استراتيجيه وعندها تكلفات، هي المجلس وعندها تكلفات بده. هي مجلس الاداره. فمجلس الاداره مش بالضروره ان هو اللي يعمل كل حاجه بايده، بالعكس هو يستعينوا باهل الخبره. وبعدين الاعضاء اللجنه ورئيسها الاستاذ عمرو الجنايني راجل منظم وفاهم الدنيا، فيقدر يلجأ لهذا الاسلوب لعدم تشتيت الانتباه. يعني لازم يبقى في تركيز في المهام اللي هي محدده للجنه دي اصلا عشان يقدر ان هو ينجح في المهمه بتاعته. وبرضه بناكد عشان يبقى حسن النيه مستمر لغايه اخر لحظه، انا على ثقه ان هذه اللجنه تستطيع ويكفيها فخرا او شرفا ان هي مش هتخش انتخابات، وبالتالي ما اعتقدش ان هم ممكن يبقى لهم مصالح انتخابيه مع حد. وبالتالي قدامهم فرصه ذهبيه ان هم يعملوا حاجه منتج كويس يعني. تمام. بشكل عام يمكن ده القرار اللي كان مهم جدا احنا نتكلم النهارده فيه في الحلقه، قرار مركز التسويه والتحكيم، وده اول قرار يصدر
من مركز التسويه والتحكيم في تلك الامور الفنيه والاداريه ما بين العلاقه ما بين الانديه مع اتحاد كره القدم. لذلك انا باكد على ده حكم تاريخي مهم جدا للكره المصريه، واكد على معاني مهمه جدا وثوابت قانونيه مهمه جدا النادي الاهلي كان كتبها في بياناته السابقه واكد عليها. وفي النهايه التاريخ بينصف النادي الاهلي عندما يتخذ مواقف قانونيه من اجل الصالح العام. طيب المرحله القادمه، هل تتوقع في ظرف ال 35 40 يوم يكون في اعاده ترتيب الاوراق من جديد، وضع لائحه للانضباط، تشكيل لجنه انضباط او قيام لجنه الانضباط بمهامها خلال الفتره القادمه؟ المفروض لائحه مسابقات كمان للموسم الجديد، هي فرصه لالتقاط الانفاس. واحسن حاجه في القرار ان هو بيدي بيفسح المجال قدام اللجنه الخماسيه انها تعيد النظر في الكثير من الامور وتكمل اعمالها، واخد بالك؟ ما انت عندك المرحله اللي جايه دي هيبقى ايه؟ بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه. مظبوط. اعتقد انه استعدادات المنتخب الاولمبي وماشيه في الطريق بتاعها عادي، النواحي التنظيميه الخاصه بالبطوله تساهم او تشارك فيها او تطلع بجزء كبير منها الدوله من خلال اللجنه المنظمه اللي هتبقى مسؤوله. تمام. وبالتالي عندك فرصه انك تشكل اللجان اللي ناقصه، اللجان اللي ناقصاك، وكمان فرصه ان هم يقيموا فتره العمل السابقه حوالي شهر ونص اللي فات ويشوفوا ايه السلبيات وايه الايجابيات ويركزوا على الايجابيات يعني. طيب امبارح كان في تصريحات مهمه جدا للكابتن محمود الخطيب بياكد فيها على معاني مهمه جدا بالنسبه للمرحله اللي جايه، وكان عايز يوصل بها رساله مهمه لكل الناس اللي ما تعرفش حتى ايه اللي دار في الكواليس. وممكن البعض بيحكم من خلال الظاهر فقط، لكن تصريحات الكابتن محمود الخطيب كانت فيها رسائل محدده للناس عشان تبقى عارفه التفاصيل او عارفه الكواليس، وان النادي حتى لما بياخد موقف ما بياخدش موقف لمجرد العناد او المكابره، هو الفكره لحمايه الحقوق والحكم جه كمان والحكم ده. انا هي الجمله الاساسيه ما اشبه الليلة بالبارحه. أيوة يعني احنا بنتكلم في موضوع بقى لنا حوالي اسبوع الى ان جاء حكم تاريخي لقضيه بقى لها حوالي اربع سنوات، والحمد لله انه جه بعد انتهاء المشكله. بالظبط. يعني ما جاش مع بداية المشكلة، لا ده جه المشكلة انتهت خلاص لإثبات حسن النوايا، بس احنا بنقول الحكم ده للناس عشان تبقى عارفة يعني. طيب تصريحات الكابتن محمود الخطيب في هذا السياق، الإعلام أو الصحافة الرياضية بتقيم المرحلة دي إزاي من خلال هذه التصريحات؟ لأن هي مهمة جدا تشرح للناس الموقف، تشرح للناس الكواليس، لأن في ناس البعض بياخد بالظاهر، في ناس ممكن يكون لها رؤية تانية فبتبني عليها موقف. والله بص انا باخد لازم الناس تاخد الامور شويه بحسن النوايا. الخطيب ما بيتكلمش كتير. مظبوط. يعني ما هوش يعني انا شخصيا من يوم ما نجح كلمته اكتر من مره طب نعمل حوار، قال لك انا عايز اخلي الامور زي زمان. حقيقي. يعني اللي هي انه ما فيش حوارات كتير، ما فيش كلام كتير في الوقت المناسب. ولذلك زي ما انت شايف لا يتحدث الا اذا كان في موقف حاجة وبيتكلم من خلال موقع النادي، من خلال كيان المنبر معين، المنبر الإعلامي للنادي، المنبر الإعلامي، وبيؤخذ عنه أو ينقل عن المنبر الإعلامي كل هذا الكلام. وبالتالي احنا بنقول هنا انه الكلام أكيد كان مطلوب لتوضيح بعض الأمور خلال الفترة اللي فاتت وإزالة اللبس اللي كان بعض الناس بتحاول تحيط بيه موقف الاهلي. يعني عايزين يصوروا موقف الاهلي انه المصلحه الشخصيه، انه كذا، انه عدم تقدير للجهات المسؤوله مثلا. فكان لازم الكلام ده يطلع عشان يتقال ايه حقيقه الموقف اللي كان واخده النادي الاهلي. بس فهو اعتقد ان هو كان كلام او تصريحات مهمة جدا لإسدال الستار على أي جدل، على أي اجتهادات. يعني ما حدش بقى يطلع يقول حاجة خلاص. الراجل رئيس مجلس إدارة الأهلي طلع وقال اللي أنتوا عايزين تسألوا عنه وجيب عنه. بشكل لا مجال للاجتهادات. لا مجال للاجتهادات. بالظبط. طيب رسالة الكابتن خطيب أيضا للجماهير.
للجماهير النادي الاهلي الوفيه، واعلن الثقه في جماهير الاهلي تستمر دايما في مسانده النادي خلال الفتره اللي جايه. طبعا بص جماهير الاهلي حتى معلش يعني احيانا بيوصلوا، حتى لو الاهلي غلطان بيؤيدوا النادي الاهلي، حتى لو مجلس الاداره موقف في خلاف عليه بيؤيدوا، لان هم جمهور الاهلي يثق في انه مجلس ادارته مش هيتخذ المتعاقبه مش هتاخد قرار لا في كلام كتير ولا في مواقف شخصيه مع اي حد. هو الاهلي او المجلس النادي نفسه لن يتخذ اي موقف الا اذا فاض به الكيل، يعني مش معتادين. ده على فكره طول عمر الموقف كده في النادي الاهلي، مش معتادين الحوارات والجدل وكل واحد يطلع يقول كلمتين والكلام ده. وبالتالي انه ده مهم قوي في توضيح انه جمهور الاهلي يساند مجلس ادارته، يساند الكابتن محمود الخطيب في اي موقف بيتاخد، واعتقد انه يعني هيستوعبه جدا الموقف الاخراني وما حدث. واخد بالك؟ هو كان برضو اقرار موقف، يعني كان موقف النادي الاهلي ليس الهدف منه شو ولا اي حاجه، هو كان الهدف منه يعني وضع الامور في نصابها الصحيح وتغيير طريقه القرارات، تبقاش القرارات بتلقى والناس تنفذ، لا لازم يبقى فيه احترام لاراء الناس اللي موجوده اطراف المشكله يعني. طيب الجزئيه الثانيه المهمه في خلال الرسائل اللي ارسلها بالامس الكابتن الخطيب في تصريحاته المهمه حتى لكل وسائل الاعلام والجماهير النادي الاهلي، فكره كمان دعم الحكام المصريين في الفتره اللي جايه والحديث عن تطبيق تقنيه الفيديو تقنيه الفار في المرحله القادمه طبعا، والاعلاء بالمستوى الفني للحكام المصريين في الدوري وفي المسابقات القادمه. مظبوط. يعني شوف هقول لك، النادي الاهلي مش هقول طلباته مشروعه بس بيتكلم في مراحل وبيتكلم في خطوط مهمة جدا للارتقاء بالمسابقة وبالكرة المصرية. بص لازم عناصر اللعبة يتم الارتقاء بيها، وعنصر اللي هو التحكيم بصفة خاصة. عارف حتى لو تقنية الفار اتطبقت هيبقى في خلافات، هي فيها عنصر بشري. بص أنا بعتبر الاعتراض على الحكام بهذا الشكل المرضي اللي هو يعني في مبالغة قوي، هو توجه لدى من يريد الاعتراض، بمعنى انا مش هيعجبني قرارك لو جبت لي حكام من بدليل ان انت بترضى بقرار الحكام الاجانب، تمام، حتى لو كانوا قراراتهم دون المستوى انما بتتقبلهم. بس التقنيه صوت وصوره واضحه، معلش، حتى لو الحكم الموجود عنصر بشري برضه في التقنيه. بس بص، حتى لو التقنيه الفار الفيديو اتطبقت هي مهمة طبعا، مفيش كلام، اصل التكنولوجيا انت لازم تستفيد منها، يعني فاهم قصدي؟ يعني دعوة الكابتن الخطيب للاستفادة وتطوير تقنية الفار وتطوير والارتقاء بمستوى الحكام دي مطالب اساسية، بس انا بفترض بعد المطالب دي ما تتحقق، بعد الارتقاء بمستوى الحكام الفني وبعد تطبيق تقنية الفار، لازم احنا من جوانا يا ابو حميد يبقى عندنا الاستعداد واخدين قرار ان احنا نحترم الحكم، لان انا بحس انه سبب المشاكل الاعتراضات على التحكيم انه الحكام بيتقطعوا، هو نازل الملعب خلي بالك وهو يعلم تماما انه بالليل الاستوديوهات التحليليه هتفصص له كل لعبه، وده على فكره غير عادل. يعني انا معلش مع احترامي لكل الاستوديوهات الخاصه بالحكام، يعني لو قدرنا نلغيها، بس دي موجوده في العالم كله. معلش انت عندك المسائل بتبقى شويه مطاطه، يعني اقول لك حاجه، انا حضرت استوديو تحليلي في احدى القنوات التونسيه المغاربيه عموما نسمه من كام سنه،
اقسم لك بالله الاستوديو التحليلي كله على بعضه نص ساعة، ساعة قبل وبين الشوطين وبعد كله. يعني بمعنى ايه؟ كنت انا ناقد وواحد كمان ناقد ومدرب وحد في الحكام، كل واحد قال 15 جمل اللي هي الخلاصة يعني. أيوة أيوة. أصل هقول لك أصل حتى الكلام الكتير بيغلط، بيصنع مشاكل، بيصنع مشاكل. أنت عندك مثلا إعلانات وعايز تعمل استوديو 5 ساعات، أكيد 100% هتخرج عن الخط. يعني أنت لما تيجي تمسك لي الحكم ده مشي ازاي واتحرك ازاي وعمل ازاي ومسك الصفارة ازاي، ده انت ممكن تطلعه مجرم حرب. يعني انت يبقى اذا نجاح الحكم والاعلاء والارتقاء بمستوى الحكام مش في الحكام بس، كل الظروف اللي حوالين الحكام، القابلية بتاعتنا احنا ان احنا نتقبل قرارات الحكام. من عشان كده بقول لك ممكن الفار يتطبق وتلاقي الناس برضو ماسكة الحكم وتقول لك حتى رغم انه راح وشاف اللعبة حكم غلط، هي نية بقى يعني. هو واحد، وهي حصلت حتى في ماتشات افريقية وفي اوروبية كمان. جميل، في ماتش الاهلي ومين كان، الترجي ولا كان في حاجة افريقية، مش اتعمل فيه تقنية الفار؟ مظبوط. وهل سلم من هل سلم من الجدل؟ لا، ناس اتكلمت برضه، كل واحد كان بحسب تشجيعه واغراضه. انا بالظبط، ما ده اللي انا عايز اقوله لك، هو ايه الاول احنا ناخد قرار. ايوه، نحترم الحكام ونحترم الحكام المصريين، لان انت ما عندكش رفاهيه انك تجيب حكام اجانب لكل المباريات طبعا. فانت لما كل شويه تكسر مقاديف حكم وتخسر الحكم ده وتخسر الحكم ده، طب في الاخر هتجيب حكام منين؟ يا اخي ده في دول عظمى في كره القدم خرجت من كؤوس عالم بسبب اخطاء تحكيميه، اكيد كتير على فكره. يعني اما تلاقي مثلا منتخب ايطاليا مثلا حامل اللقب بتاع بطولة العالم كاس العالم ويخرج من دور ال 16 بسبب خطأ تحكيم، واللعيبة خارجة عادي منتهى الاحترام، يبقى ايه بقى؟ فاحنا لا احنا ايطاليا ولا احنا البرازيل في كرة القدم ولا احنا الكلام ده. نتكلم على قدنا شوية، نحترم الحكام بتوعنا عشان نساعدهم انهم يتطوروا. ماشي، ما بقولش انه ما يتمنعش العقوبات ويستبعد الناس المغرضين، تمام. ما هو في حكام بيبقى واضح انه هو مغرض، ده تستبعده بقى وخلاص، لكن مش هتقدر تغير قراره. اكيد طبعا، اكيد اكيد بالزبط. طيب المرحله اللي جايه متفائل بيها، وفي ظل ان انا كمان عايز اكد ان خلاص ابتدى حديثنا كله بقى بناء على اللوائح والقانون واللائحه والمشروع الاساسي للنظام الاتحاد وحكم النهارده مركز التسويه والتحكيم. اعتقد الحكم ده هيكون له علاقه كمان بالمرحله الجايه في المسابقات القرويه. دور بقى الاعلام الرياضي، ما بين خلاص حديثنا كله دلوقتي الفتره الاخيره بقى كله عباره عن قانون ولوائح، كل حاجه في الرياضه دلوقتي بنتكلم من خلال نص قانوني ولوائح وقرارات حتى تحكيميه. ده ممكن الفتره اللي جايه الاتحاد يبني عليه ويشتغل عليه ويبقى فيه نظام. لازم لازم، انا بقول لك من اهم الامور اللي احنا معلقين عليها امال، لان اسف يا استاذ جمال معلش المقاطعه، بس لان كمان احنا رحنا في مرحله مش اقرار حق فقط، لا ده كمان وصلنا لمرحله ان مركز التسويه ايا كانت القيمه الماليه لا بيعوضك ماديا على الاضرار اللي ممكن تلحق بيك لو الاتحاد لم ينظم المسابقه بالشكل القانوني واهدر مبدا تكافؤ الفرص. طبعا، وعشان كده انا بقول لك مهمه، عشان كده انا بقول لك انه السبيل لتحقيق دوت حاجه واحده، يبقى عندك لوائح واضحه على الكل قبل ما تبتدي المسابقة، لوائح في حالة كذا يبقى كذا، ما هو كرة القدم احتمالات تمام. ومواقف كويس. انت بتجهز ده كله وتعمل بناء عليه اللي انت طالبه. طيب انا معايا على التليفون معالي المستشار الاستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي، واللي كان موجود في هذه القضية وبدأ اجراءاتها منذ اول جلسة حتى اخر جلسة الى ان صدر قرار مركز التسوية والتحكيم، المستشار القانوني الأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي. معالي المستشار أهلا وسهلا بحضرتك، وفي ضيافة الأستاذ جمال الزهيري بيرحب بيك. أهلا بيك يا محمد. أهلا بيك يا أستاذ محمد والأستاذ جمال الزهيري. أهلا بيك يا محمد، إزي حضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك، وعايز أقول لك
حكم تاريخي بالنسبة للكرة المصرية، بينصف النادي الأهلي في موقفه القانوني وإعلاء المصلحة العامة اللي كان النادي الأهلي بيأكد على هذا الموضوع في هذا القرار. كواليس هذا الموضوع وهذا الحكم ومنطوق الحكم كمان، أنا بالنسبة لي مش القيمة المالية، أنا بالنسبة لي المنطوق تاريخي بالنسبة للكرة المصرية يا أستاذ محمد. المبدأ القانوني يعني. بالطبع طبعا زي ما حضرتك أشرت أستاذ جمال الزهيري إن قيمة هذا الحكم ليس في القيمة المالية، إنما في المبدأ في حد ذاته. إن هذا الحكم الصادر اليوم طبعا أكد على صحة موقف النادي الأهلي، وايضا اكد او جاء في اسبابه ان اتحاد الكره لم يطلع بمسؤوليته تجاه النادي الاهلي، ولم يقم بوضع جدول منضبط للمسابقه من بدايتها وحتى نهايتها، وانه كان يعلم مسبقا بالارتباطات الدوليه، وان هناك قصور فيما يخص اداره المسابقه وعدم انهاء الدوري قبل 30/6، وان كل هذه الاسباب اصابت النادي الاهلي باضرار ماديه، ومن ثم كان الحكم القاضي اليوم بتعويض النادي الاهلي بهذه القيمه التي اصدرتها هيئه التحكيم. تمام. طيب عدد من الجلسات ناقش فيها مركز التسويه النادي الاهلي في كل هذه الموضوعات، واعتقد الاتحاد كان طرف في هذا الموضوع خلال جلسات سابقه يا استاذ محمد. بالطبع هي القضيه مقامه ضد اتحاد الكره بالاساس، والاهلي طلب تعويضه عن الاضرار التي اصابته من جراء اضطراب المسابقه وعدم انضباطها وصدور قرارات متضاربه، لدرجه ان النادي الاهلي كان بيلعب مباريات الفاصل بينها 72 ساعه، بالاضافه ايضا لاضرار تسويقيه وانهاء مسابقه 97 دون اختيار النادي، مما ترتب كل هذا ادى الى اصابه النادي الاهلي باضرار ماديه. الحكم دوت هو الحكم الاول من نوعه، وايضا زي ما قلت لحضرتك ليس في القيمه الماليه طبعا، انما في المبدا الذي ارساه هذا الحكم، ان هناك خطا وهناك تضارب وهناك سوء اداره من الاتحاد السابق، ومن هنا جت فكره تعويض النادي الاهلي. شيء يحسب كمان للاداره القانونيه ولحضرتك انكم اثبتوا بالدليل القاطع إن الأجندة الإفريقية والعربية والمواعيد الرسمية لمواعيد القيد الإفريقي كلها لم تأتي مفاجأة زي ما قيل وقتها معلنة، إن هي كانت ظروف استثنائية، لا بالعكس كلها كانت معلنة وما كانتش مفاجأة للاتحاد المصري لكرة القدم يا أستاذ محمد. بالطبع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كان لديه إصرار على حفظ حقوق النادي وإثبات أن هناك أخطاء وقعت واضرار ايضا المت بالنادي الاهلي، من بينها ان القيد الافريقي المفروض ثلاث مراحل بتبدا في 1/7 ل 10/7، دي المرحله الاولى بدون غرامات، المرحله الثانيه من 10/7 ل 20/7 بغرامه بسيطه او محدوده، المرحله الثالثه اللي هي بتبدا من 20 ل 31/7 دي بغرامات بغرامه على كل لاعب، ودي المرحله اللي احنا ايدنا فيها، ومن ثم ان عدم انهاء الدوري في 30/6 ترتب عليه اضرار ايضا اصابت النادي الاهلي فيما يخص القيد الافريقي، لان اصبح الوقت ضيق تقريبا، المفروض يتعمل في شهر اتعمل في 72 ساعه. صح. تحديد محمد بيه، تحديد المبلغ اللي هو التعويض اللي هو ال 150,000 بيبقى على اساس ايه حضرتك؟ يعني المفروض ان هو يبقى اكتر. الهيئه اولا يا استاذ جمال هذا الحكم حكم ابتدائي، واحنا هنبحث طبعا الطعن عليه الاستئناف، والمبلغ مرشح للزياده. ما انا بقول لانه مع احترامي للحكم طبعا، انما انا شايف انه ال 150,000 دول قليلين جدا بالنسبه لحجم الخساير اللي تعرضت ليها ميزانيه النادي الاهلي. اكيد 100%. بالطبع كويس ان حضرتك طمنتنا. المبلغ قد يكون زهيد بعض الشيء، لكن في اضرار كتيره عشان تحدد قيمتها بشكل قاطع بيتعذر اثبات بعضها، زي مثلا الخسائر التسويقيه اللي حضرتك اللي احنا ممكن نبقى تعرضنا ليها، زي ممكن ان حضرتك تبيع لاعب في فتره ضيقه جدا بالثمن اقل من قيمته الحقيقيه. طبعا بعض هذه الاضرار اللي تعرض لها النادي الاهلي كان اثباتها بشكل قانوني معتبر في نوع من الصعوبه. مبدا قانوني مهم، بس في مبدا انه هيتم الطعن على المبلغ، مش كده ولا مش وارد؟ اكيد هيكون يعني في اتجاه عند حضرتك او عند المجلس ان هو يقدم طعن على المبلغ او يطالب بزيادته.
ولا مفيش تجاه؟ الو، نتوقع ان المبلغ في الاستئناف الامور هتبقى مختلفه. هو ارسى مبدا، تمام، مبدا ان النادي الاهلي متمسك بحقوقه، تمام، وبيدافع عنها بالطرق طبعا القانونيه، تمام، وايضا انه ايضا ده اول حكم يصدر بهذا المعنى. اكيد. معالي المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على ضيق الوقت. للاسف وقت الحلقه بينتهي، لكن كلام مهم جدا حضرتك ذكرته، ونص قانوني يعني، ومبدا قانوني مهم جدا في التوقيت ده بالنسبه للكره المصريه. وباكد على ان هذا العنوان يا استاذ جمال، انا بختم معاك، التاريخ بينصف النادي الاهلي، النادي الاهلي بيسعى للمصلحه العامه، والنادي الاهلي لما بيدخل في قضيه بيدخل وهو دارسها جيدا جدا طبعًا، وبيدافع عن حق من حقوقه ولإعلاء المصلحة الوطنية في النهاية، لأن بالتأكيد بيهمنا أن مسابقة الدوري العام لما بتكبر قيمتها ورعايتها، ده في النهاية بيفيد الأندية المصرية وبالتأكيد بيفيد النادي الأهلي. أستاذ جمال 100%. وأنا برضو بشكر الأستاذ محمد عثمان على المجهود أكيد الكبير، أكيد، اللي عمله في إعداد المذكرة اللي بناء عليها تم اتخاذ أو صدور الحكم ده. أستاذ جمال أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك محمد، وسعيد بوجودي معاك، وكان وش حلو عليك، اهو طلعت بخبر جامد انت، خبر اسعدنا كلنا. طبعا طبعا، شكرا. بشكر استاذ جمال الزهيري، وبشكر ايضا المعالي المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي، وكل القائمين على الاداره القانونيه ومجلس اداره النادي الاهلي في هذه الفتره الزمنيه للدفاع عن حقوق النادي الاهلي، و يعني تثبيت حاجات تاريخيه مهمه جدا في هذه الفتره بالنسبه للكره المصريه وبالنسبه لحقوق النادي الاهلي في هذه الفتره الزمنيه. كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في المرحله القادمه، مع مرور الوقت ومع مرور الزمن التاريخ دايما بينصف النادي الاهلي في اي موقف وفي اي قرار بيتخذه، لكن خلال الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله الكل يستفيد من كل هذه الاخطاء ومن كل هذه القرارات، لينا ان تنتظم المسابقه وتنتهي في مواعيدها الرسميه، عشان ده هيلقي بالايجاب على المنتخبات الوطنيه وايضا على الانديه المصريه اللي بتستفيد بانتظام هذه المسابقه بشكل طبيعي. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، والتقي بكم على خير يا رب باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله.